السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بيكون معنا موضوع جديد، والجزء الأول من هذا الموضوع اللي هو الموضوع على Provisional Restorations أو بما تسمى في بعض الكتب Temporaries. Provisional Restorations أو Temporaries بما معنى التلبيسات أو الجسور المؤقتة. عشان نفهم هذا الموضوع خلونا نشوف هذا المقطع الفيديو اللي حيورينا ما هي Temporaries Bridge أو ما هي Provisional Bridge أو Provisional Restoration. هذا الفيديو حيورينا حاجة اللي هو يجيتك مريض العيادة وش تسوي بريدج جسر معين. طبعا قبل ما يحصل هذا الانحسار أو هذا الميلان اللي بيحصل في الأسنان المجاورة، المفروض قبل ما يحصل هذا الشيء بعد أشهر كثيرة من الخلع، الحل أنه بكل بساطة أنه تعمل ريدكشن للأسنان المجاورة، وفي هذا الحالة كانت الكنان والسنترال. بعد ما تسوي هذا الريدكشن لهذه الأسنان المجاورة، المفترض أنك تعمل إمبريشنز في نفس اليوم. بعد ما تسوي الإمبريشنز خلاص البيشنت هو حس طبعا هذا حتوديها للفني علشان يسوي لي التركيبة النهائية. في هذا الغضون أنت لازم تسوي تركيبة مؤقتة، هذا هو موضوعنا اللي بتشوفها قدامك الآن، هي عبارة عن temporary bridge جسر مؤقت، حنشوف فائدته اليوم. طبعا تكملة لهذا الفيديو جاءت التلبيسة النهائية، نزعنا التركيبة المؤقتة وسوينا التلبيسة النهائية أو جسر النهائي. إذن temporary bridge هو بيقول لك زي ما ذكرنا في هذا الفيديو، بعد ما تعمل preparations للأسنان بهذا الشكل، يعني ينتظر الدكتور المريض والدكتور للفني لما يسوي لك هذا التركيب المؤقتة. قد تستغرق few days، قد يكون عندك أسابيع إلى أن يجهز الفني هذه التركيبة. طبعا هو بعض الأحيان والله بالطول عندنا الفترة هذه لأسباب، يعني قد يكون المريض يسافر مكان معين بعد ما يحضر الأسنان، فأنت بتخاف على الأسنان المحضرة. موضوع اليوم حنتكلم عن هذه المشاكل التي ممكن تحصل هذه الأسنان المحضرة إذا لم يتم تغطيتها بالجسور أو بالجسر المؤقت. طيب هذا الجسور المؤقت قبل ما نتكلم عن وظائفها أو فائدتها، بتكون مصنوعة يا إما مصنوعة من مواد أكريل أو أكريليك، بتكون أكريليك لونه أبيض طبعا أكريليك خاص، أو بيكون مصنوع من مواد أخرى اللي هي إيش الكومبوزيت. طبعا الكومبوزيت هو يعتبر هو الأفضل. لماذا الكومبوزيت يعتبر هو الأفضل؟ لسبب بسيط جدا اللي هو إيش، إنه هو بيكون لو سواها الفني أو الدكتور وطلع عنده في نقص معين في التربيس المؤقتة، زي الكومبوزيت إلى حد كبير اللي بتشتغله في فم المريض، ممكن تعدل فيه ممكن تضيف فيه، يعني التعديل ممكن حتى في الأكريليك، بس كالإضافة ممكن لو طلع عندك الانسايزز شوية ناقص أو يعني في أشياء معينة تريد تضيف فيها، تقدر تضيف فيها بكل يسر وسهولة. إذا ما هي المواد المستخدمة في صناعة البروفيشنال، بتكون عادة هي الأكريليك والكومبوزيت. طيب ما هي الوظائف التي هي واحد هيستفيد منها من التركيبة المؤقتة؟ يعني أنتوا عارفين إنه واحد في العيادة أهم فائدة يطلبها المريض بعد ما يحضر أسنانه، بيخاف بالذات الفيميلز بيخاف أن ترجع البيت وأسنانه محضرة، قد يكون بسبب تنمر معين، قد يكون يعني الشكل الجمالي مطلوب يعني للشخص هذا، كان اللي هو ما هو قد جاء عندك أساسا وأسنانه لو افترضنا عندها مشكلة في الأستيك، فمش حجي يعني تفاقم المشكلة وتخلي الأستيك كمان أسوأ. فالوظيفة الأولى أنه أنت temporary restorations هي هتحاول زي ما أنتوا شايفين هنا ترجع الأسنان المحضرة إلى الشكل الطبيعي after preparations، يعني بيكون بعد ما حضرت المفروض تجي هذه التلبيسة النهائية. التلبيسة المؤقتة بتكون شكلها نفس التلبيسة النهائية إلى حد كبير، بالذات هذا الشيء بيكون مطلوب في الأسنان الأمامية. مش كده وبس، الأستيك هذا مطلوب بالأسنان الأمامية، وكمان بيطلب لك في حاجة ثانية الأستيك اللي هو أنه بسويها التمبرري علشان حاجة اسمها تيست جراوند. ما معنى كلمة تيست جراوند أو اختبار على أرض الواقع؟ أنت لما تيجي لك حالة زي كذا وأنت خايف تسوي البريدج ويكون الشكل النهائي للبريدج ما يكونش مرغوب من قبل المريض، في حالة بتجينا يكون عندك الكنينات خارجة، بيكون عندك ميلان انكلينيشنز، بيكون عندك اوفر ادابشن، فما تجي تتفاجأ والمريض من وراك انه هو بتعمل تركيبة نهائية، بيقول لك المريض ما كنتش متوقع يحصل هذا على هذا الشكل، لانه بيكون عندك شوية صعوبة لما يكون عندك التركيبة النهائية لما تعدل فيها بيكون صعب الى حد ما.
لكن لو عملت تركيبة مؤقتة temporaries بحيث انه تعطي بعد ما حضرت الأسنان السنترال واللاترال تعمل التركيبة المؤقتة صح اللون مش مطابق. بس موضوعنا هنا الآن انه انا اشتي اشوف الشيب واشوف اللينث، انا اشوف الشكل حق التركيبة المؤقتة هذه واشوف الطول حق الطول المؤقت، واكلم المريض اقول له سوي لي تركيبة مؤقتة بكل شكلها وطولها نفس الشكل اللي حيكون في النهاية، بحيث انه انا لو طلع المريض قال لي يا دكتور ممكن تنقص لي في طولها شويه وهي مؤقته، ما دام انت اخترت التركيبه المؤقته تحاكي او تعمل ماتش للتركيبه النهائيه، فانت التركيبه المؤقته غير لي فيها، فانت حتغيرها وهو في فمه، حب يغيرها الى ان يقتنع فيها، وبعدين بيكون هذا هو الشكل النهائي. اذا الشكل النهائي حق البرمننت حق التركيبه النهائيه انا قدرت اسويه بالشكل يحاكي رغبه المريض، بالشكل يحاكي يقنع المريض. كيف تحصلت على الشكل النهائي للتركيبة النهائية؟ عن طريق الصناعة تركيبة مؤقتة بتكون إلى حد كبير أقول لفني اهتم فيها شوية، كأنها اعتبرها يا فني كأنها التركيبة النهائية، بحيث أنه لا سمح الله المريض قال أعدل فيها أقدر أعدل فيها إلى أن أتحصل على الشكل الأخير، ومن خلالها أقول للمريض خلاص اقتنعت فيها، اقتنعت فيها خلاص يا فني الآن بعمل لك يا أما صورة لهذه الحالة، والافضل انه اسوي امبريشنز طبعا لهذه الحاله علشان المريض الفني يعرف اذا انا عدلت عليه ولا شيء الى اي حد انا عدلت، ويعمل لي تركيبه نهائيه نفس التركيبه المؤقته من ناحيه الشيب من ناحيه اللينك. كذا حميت نفسي، كذا حميت المريض من رغبته اللي هو كان يشتيها، وكذا حضيت الفني حميت الفني من اي شيء يقول لك كيف كنت تشتيها. هذا الفائده الاولى للاستاتيك. الفائده الثانيه الوظيفه. إذا تحدثنا عن الوظيفة أنا أتحدث عن الأسنان الخلفية. إذا تحدثنا عن الأسنان الخلفية فأنا أكيد البيشنت لما تحمل له تركيبة مؤقتة هو يشتيها بطريقة إنه يقدر يأكل عليها، يقدر يعملها تشوينج. إذا لازم يكون عنده وظيفة زي هذه الحالة عند الـ 6 والـ 7 يعني بعد ما عمل لها مثلا افترضنا صحب عصب، المفروض إنه تعملها المؤقتة بهذا الشكل بحيث إنه لما تدخلها فم المريض يقدر يمضغ عليها ومش كذا وبس، وتتحمل الأوكلوزا فورس. يعني مش ممكن تعمل له في هذا الجانب بريدج تمبرريز وتقول انا عملتها لك بس علشان كذا الشكل لكن ما تاكل عليها، لا. من فوائدها التركيبه المؤقته انه يقدر يمضغ عليها سواء كان في الخلف او حتى في الامام، اذا لازم يكون عندها تتحمل كلوز فورس. تلاحظوا في هذا المؤقت يعني الفني خلاها شويه سميكه علشان يكون عندها قدره تتحمل الفراكتشر. طيب الفائده الثالثه اللي هي سنسيتيفيتي، اللي هي ايش؟ احنا لما نتكلم على التحسس يعني تخيلوا جاء عندك مريض العيادة وحضرت له الساعة 4 العصر، خلصت له الساعة 5. طبعا لما بتحضر بتخدر السن أو بتخدر الأسنان المحضرة. طبعا لو افترض أن التخدير بيعمل 3-4 ساعات، والمؤقت عادة في العيادات عندنا بنسويها في خلال ساعتين تقريبا، ساعة ونص ساعتين. عادة ما يجي مريض مثلا لو حضرت الساعة 4 خلصت الساعة 5، بيجي الساعة 7 يجهز يركب المؤقت. يبدأ يقول لك يا دكتور والله التخدير بدأ يروح. وبدأت والله وانا قبل ما ادخل عندك رحت شربت يعني ماء او عصير بارد فبدا يألمني. عند ما تطمنه بتقول له التركيبه المؤقته طبعا ليش ألمه؟ لانه انا حضرت حق التحضير الفول كفرج بيكون عاده الوصل الى الدنتين اللي هو فايتال. فمن فوائد المؤقت من فوائد البروفيجنز انه بيمنع تو بريفنت توث سنسيتيفيتي. يعني انا لما ادخل المؤقته شوف هذا التحضير وصل الى الدنتين اكيد بيغطيني البريبيرد توث بالاصح بريبيرد دنتين اللي هو فايتال وهو متواصل مع البلب. اذا ايش فائدته؟ بريفنت توث سنسيتيفيتي. ما لمسه بيكون عند البيشنت ديسكمفورت ممكن يحصل باب دامج، لان المرضى مع الاسف الشديد اذا حس بالم وهو مش لابس مؤقت ممكن يستخدم بروفينيد مسكنات، فكانه بيغطي المشاكل اللي بتحصل لي في العصب من تهيج، لكن بيستمر التهيج او العصب بيبدا يصارع الاحساس بالالم، فممكن يحصل لي بالب دامج اذا خليتها بسنه محضره مكشوفه فايتال تيث وخليتها ليفت انكفرد ما غطيتهاش. اذا ما هي فوائد المؤقت؟ على السريع احنا بدنا في الاستاتيك، هنا سته طبعا. الاستاتيك تكلمنا عن الوظيفه الفانكشن، تكلمنا على السنسيتيفيتي، ولما اتكلم على السنسيتيفيتي قبل ما اختم هذا الموضوع الرابع او الثالث الوظيفه الثالثه اللي مش عاجبنا في الواقع انه لما يجي لك بيشنت ويغطي لك الدكتور هذا السن المحضر باحد السمنتات وليكن زنك بوليكربوكسيليت. ليش تغطيها يا دكتور؟ يقول لك عده اسباب.
يعني مع الاسف الشماعه الاثار موجوده، حيقول لك يا اما علشان لما بغطي السن المحضره بالزنك بوليكربوكسيليت مش هيحس باي الم. بقول اوكي انت غطيت عليه بالزنك بوليكربوكسيليت السمنت ممكن تخفف له الالم، لكن طب لما تجي الزياره الثانيه علشان تجرب له التركيبه البروفا ولا يعني التجربه النهائيه، كيف حتتوقع حتنشال؟ هل حتنشال بهذه السهوله؟ لا، يعني بجي تشيلها السمنت بعض الاحيان يكون ماسك في السن المحضره، تضطر تستخدم الهاند بيس، واذا استخدمت الهاند بيس ممكن غير الصقيق اللي ممكن يحصل له والصرير، ممكن تعمل التريشن التوث بريبريشن، ممكن تعدل او تعمل تلعب في السن المحضر، وهذا اكبر خطا. مش كذا وبس، العلماء قالوا يا جماعه ما ينفعش تعملوا الزنك او تعملوا اي سمنت او تعملوا اي دنتال سمنت تغطي، لانه لو افترضنا انه غطى السن المحضر كله بالسمنت، هل الوظائف الاخرى موجوده؟ اللي هي الوظيفه الاولى الجماليه، هل هي موجوده بتشوفها قدامكم؟ هل الوظيفه الوظيفيه بتكون عندها كويسه؟ هل الوظيفه بتكلم عنها اللثه بتكون ممتازه؟ هل وظيفه الدريفتنج اللي هتكلم عنها الان هل حتمنع وتحمي السن من اي ميلان؟ هتكلم عن هذا الميلان الان. اذا ما بيطبقش الدنتال السمنت لما بتغطيه في عمليه غلاق التحسس ما بيلبيش على الوظائف الاخرى، اللي هي رقم اربعه حنشوفها الان الدريفتنج. احنا بيكون عندنا حالة زي كذا الخامس والسابع حضرته قبل التحضير، بيكون في عندي كونتاكت مع الأسنان المجاورة، في كونتاكت مع الأسنان المقابلة. أنت لما جيت تعمل تحضير يقولوا بعض الفنيين أنت يعني إذا سويت لك إذا حضرت لك وخلصت لك المؤقت في خلال أسبوع وأقل ما بيحصلش عندك درفتك، مش حتمين الأسنان فحتدخل التركيبة عادي. أنا قلت مش حتتحرك الأسنان، لكن أثبت العلم إنه يعني لو واحد يفكر فيها فعلياً متى يبدا السن يتحرك؟ قال لك يبدا السن يتحرك يعني من اول ما يفقد حقه الكونتاكت. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني افترض انه هذا السن 5 ماسك في الفور، يعني هي بتجي اكثر الحالات في حاله الكرونات، اول ما تبدا السن تحضره يعني ميزيل مثلا في هذه الحاله ميزيل، لو كان الفايف مستند على الرابع الخامس مستند على الرابع، اذا حضرته دار ما دار كالعاده إذا ما عاد فيش كونتاكت مع اللي جنبه، ما عاد فيش كونتاكت مع اللي فوقه، في نفس اليوم أثبتوا العلماء أنه بيحصل الدريفتنج، ولو أنها بكميات بسيطة وقليلة. هو التفسير العلمي بيقول لك أنه صح بيكون عندك حركة بس بتكون بشكل ملحوظ سيء في خلال فيو دايز إلى ويك، يعني لو جاء أكثر من أسبوع، صح الفني يقول لك بعد أسبوع ما بدأت مش حتدخل التركيبة النهائية إذا ما حطيتش تركيبة مؤقتة. فيقول لك خليني بستعجل لك أنا ما فيش داعي للمؤقت. فبيقول لك متى حتبدا الحركه على الدريفتنج؟ قال لك without restoring this، اذا ما غطيتش هذه التركيبه المحضره مش لانه ما فيش عندك no longer proximal and occlusal contact، ما فيش معك تلامس للسن المحضره مع المجاور او المقابل، فبيحصل لك انها drifting out of the position. هذا بيحصل ما بين ايام الى اسابيع، كله على حسب البونز الموجود تحت الروت. الفائده هذه هي يعني لازم نستغلها بشكل كويس. يعني انا لما اجي احضر الاسنان بهذا الشكل وعملت مؤقت، يعني مش حي الله زي ما يقولوا الشاميين، يعني بحط انا تلبيسه مؤقته عادي بس تغطي السن المحضر والسن المخلوع. لا، من فوائد من وظائف هذا التلبيس المؤقته، مثلا افترضنا هذا الحال الرابع الخامس السادس، لازم بعد ما احط المؤقت اتاكد اني عملت كونتاكت مع المجاور، واتاكد ان السفن عمل كونتاكت مع الايت او مع السادس مع السابع عفوا. ليش؟ تخيلوا معي لو انا عملت تلبيسه مؤقته ثلاث اسنان بهذا الشكل وما عملت كونتاكت مع السن المجاور اللي مش محضر اصلا، اللي هو بنأشر عليها الكنين، ممكن الكنين اذا ما لقي كونتاكت مع اللي جنبه ممكن يميل باتجاه الدستن، فممكن يميل هذا الكنين بتشوفه قدامكم باتجاه الدستن يمكن نص ملي او واحد ملي لانه المؤقت لم يلامسه، فيجي يتحرك ويميل الى الدستن وبالتالي يلامس الميزيل حق التلبيسه المؤقته. إذا حصلت هذا الشيء فهذه المصيبة، لأنه هتجي بعد التركيبة النهائية تجي تدخل وإنه مع الأسف الشديد الدستال كاناين حصل له درفتنج باتجاه الدستال وبالتالي مش حتدخل معك. إذا لازم يكون التركيبة المؤقتة عاملة بروبر كونتورد، يعني التضاريس حقها ممتازة بحيث إن هي تمنع الحركة أو مينتين ذا البوزيشن حق الأسنان المحضرة وتمنع حركة الأسنان المجاورة ما لم الفاينل ريستوريشن ويل نوت فيت بروبلي، مش هتدخل معك التركيبة.
رقم خمسة الوظيفة الخامسة التيشو هيلث. التيشو هيلث هنا تنقسم إلى ثلاثة محاور. لما أتكلم عن التيشو هيلث فأنا أتحدث على الجنجبة. لازم التركيب المؤكدة تحافظ على اللثة قدر الإمكان. كيف تحافظ على اللثة قدر الإمكان؟ أول حاجة زي ما ذكرنا التمبرريز لازم يكون عنده ريستور ذا بروبر كونتور، لازم يكون عندي الكونتور حقي زي ما انتم شايفين بروبر، ما يكونش اوفر كونتور زي ما حاصل في هذه الصوره. شوفوا اللاترال ايش حصل له، الدكتور مع الاسف الشديد خلاها اوفر كونتور بارزه شويه مما ادى الى تجمع الاكل. هذه الصوره قد خلاص في المراحل الاخيره مع الاسف الشديد. هذه الصوره تبين لك انه بعد ما حصل اوفر كونتور مش بروبر كونتور، تجمع هنا الاكل بقايا الاكل البكتيريا مما ادى الى انحسار اللثه، وبالتالي كذا تغيرت معالم التيشو وكنا بقي عندي مشكله. اذا لازم يكون عندي كونتور بالذات في الاماكن القريبه من اللثه ممتازه بروبر مناسبه بحيث ما يجمعنيش لا اكل في البكل والليبل ولا في اللينجول، وبالتالي تلعب باللثه. اذا خليها بشكل ممتاز. ورقم اثنين شوف هذه الصوره لشخص عمل مؤقت وهذا الشخص نسي ما يعمل مؤقت. ما هو الفرق؟ شفتوا هذا بعد ما حضر الدكتور تحضير حلو والشولدر فينشنج لان واضح وحط لها مؤقت بعد ما حضر عمل المؤقت، جاء بعد اسبوع يوم التسليم النهائي شال المؤقت لقي هذا المنظر الحلو اللي هو بتكون التركيبه جالسه على هذا السن المحضر بكل اريحيه. لكن هنا شوفوا اللثه ايش حصل لها بدون تركيبه مؤقت، ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه التركيبه النهائيه لما جاءت في هذه الحاله، هذا طبعا مش عامل مؤقت، اللثه حصل لها حاجه اسمها اوفر جروث او نمت اللثه باتجاه فينشنج لاين. انا اتوقع انه هذا الشخص لما يجي يركب له المؤقت، عفوا لما يجي يركب له النهائي لانه ما لبس مؤقت، حيكون كل ما يضغط يتبقى له 1 ملي الى ان تجلس التركيبه فوق الفينشنج لاين. مع الاسف الشديد ما اتوقع ان التركيبه حيحصل لها فول سيت، مش حتجلس الى الاخير فوق الفينشنج لاين. لانها حتجلس في منطقه الليبيال، في منطقه الديستال، في منطقه البلاتال، توصل عند الميزيال هنا في هذه الحاله في اوفر جروث، فمش حتجلس التركيبه، لانه حيكون في اعاقه من اللثه اللي محطوطه او اللي غزت الفينشنج لاين، لكن هنا بيكون عندي الفينشنج لاين واضح فحنحط التركيبه بكل سهوله. اذا من وظيفته انه بحافظ المؤقت على التيشو. رقم ثلاثه، انتبه يا دكتور لما تعمل بريدج مؤقت، من ايش؟ لازم ما يكونش عندك البرج من ناحيه في البونتك من تحت، يعني لما يكون هذا سنه محضره وهذه محضره. لما تسوي برج من ثلاث اسنان مؤقت، البونتك حق المؤقت الدميه احنا نسميه او البونتك حق السنه اللي هنا اللي بيكون من ثلاثه اسنان مؤقته، من ناحيه السيرفايكل او من ناحيه الجنجابل تيشو ما تخليهاش اوفر كونتور. لو بقت اوفر كونتور حتضغط على اللثه، حجي يوم التسليم النهائي والبيشنت بيشتكي من مشكله ما عاد حسش عند التركيبه النهائيه، حسوا عند الالم اللي هو موجود الان فين؟ في التيشو. اذا التيشو هيلث هنا بيكون عندي كومبرمايز، انتم شايف بيكون عندي في مشكله ما سببها؟ سببها المؤقت، وعارف ان المؤقت مع الاسف الشديد يعني خامته بتكون ما هيش لطيفه زي الخزف التركيبه النهائيه. فحاول ما تخليهاش تلامس بشكل اجريسيف اللثه فيحصل لك هذا الشكل. اذا المؤقت لازم يكون عنده بروبر كونتور الليبل والبلاتال زي ما احنا شايفين في هذه الصوره. اذا لازم يكون بروبر كونتور من الليبل والبلاتال، لازم يغلق الفينشنج لاين، لازم تحطه عشان تحافظ على الفينشنج لاين عفوا، ولازم يكون عندي الكونتورز حقها من ناحيه الجنجيفا بيكون بروبر ما بيكونش اوفر كونتور عشان ما يحصلليش مشاكل مع اللثه. الفائده السادسه والاخيره اللي هي الدايجنوستيك. في حالة تجي عندنا العيادات وفي يكون عند البيشنت اوكلوزر يعني ابر بروكسيزم زي ما حاصل هنا، او في عندي تغير في الاوكلوجن، انا اشتي الان هدفي هنا انه اسوي هنا بريدج، وش بعمل تغير في فم المريض عن طريق التغير في الاوكلوجن. يعني الان هنعمل حاجه اسمها رفع العظه، يعني لازم اعمل تركيبه هذا التركيبه بتكون متناغمه مع فم متناغمه مع التي ام جي، مش اجي ارفع له رفع اعمل بريدج وارفعه بهذا الشكل، بعد ما ارفعها يطلع عندي التي ام جي حصل له ديسلوكيشن. طيب كيف احمي نفسي واحمي المريض من مشاكل في تلبيسه نهائيه ممكن تعمل له تي ام جي ديسلوكيشن او بين في التي ام جي؟ لانه لو كان عندي الاوكلوجن ما هو صح بيلعب التي ام جي. بسوي حاجه نفس ما قلنا احنا تست جراوند في رقم واحد في الاستاتيك، انا بنختبر التركيبه من الناحيه الجماليه. انا بسوي حاجه مشابهه لها اللي بسويها اسمها ترايل ران. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني زي هذه الحاله
الدكتور بيجي يحضر الليبل والبلاتر وكمان الميزة والدستة علشان الاندركت والانسايزز ما فيش داعي يمسكها. وبعدين بيكون لما الفني يقول له اعمل لي تركيبة مؤقتة سماكتها في الكلوزر مثلا 1.5 أو 2، طبعا بتكون قصيرة شوية يعني بتكون بس قصيرة لكن أطول من الموجود حاليا. بعد ما يسويها ممكن يعمل تركيبة مؤقتة ثانية بتكون السماكة حقها بدل ما 1.5 أو 2 تكون 3 إلى 4. يعني ايش القصد؟ ليش بيسوي هذه الحركة؟ بيسوي هذا الشيء علشان ايش؟ لما يسوي التركيبة المؤقتة بارتفاعات معينة بعدين يزود الارتفاعات يزودها علشان شوية تي ام جي يتعود على حقك الفيرتيكال دايمنشن او يتعود التي ام جي على الاطباق الجديد. اذا فائدة المؤقت هنا عملية تريال ران او عملية بروفة او عملية تجربة او عملية محاولة في التغيرات اللي بنسويها في الاكلوجن، لان الاكلوجن عندي هو بالاضافة للشكل الجمالي هو الاهم مطلب الاساسي. فببقى اعدل في المؤقت الى ان اتحصل على شكل جميل اكلوجن مناسب. الفني كنتور خلاص انا تحصلت عليه، بقول له خلاص يا مريض هذا مؤقت حقك عجبك، في ذاك الحاله بسوي له طبعه واديها لعند الفني. الطبعه للسنه للاسنان مع المؤقت اقول له خلاص هذا المؤقت ايش التركيب النهائيه بتكون نفس هذا المؤقت، ايش يكون نفس الاطباق هذه، فبيكون الفني عنده جايد عنده دليل في كيف بتكون عنده الفاينل ريستريشن. اذا كم قد معنا وظائف للتمبرريز؟ معنا وظيفه الاستاتيك، معنا وظيفة الفانكشنال، معنا وظيفة السنسيتيفيتي، معنا وظيفة الدريفتنج، معنا وظيفة اللي احنا تكلمنا تيشو هيلث، واخيرا اللي هي الدياجنوستيك. ما اتكلم في المحور الثاني من المحاضرة عن ما هي انواع بروفيشنال اكوردنج تو ذا ميثود اوف كونستراكشن، على طريق اعتمادا على كيفية تصنيعها. في معنا تو تكنيك زي ما تكلمنا في البوست انكور، بعدين في معنا تو تكنيك لصناعة التمبريد، زي ما كاستم ميد بتجي جاهزة أو بتجي عندك بري فابريكيتد أو كاستم ميد بمعنى أنت بتصممها للمريض، أنت بتسوي يعني سويتها لمريض معين لسنة معينة مش حتنفع للسنة اللي جنبها، بتكون لهذاك السن بس. أما بري فابريكيتد فهي بتجي جاهزة واللي بتحتاج إلى شوية تعديل وتحوير. التصنيف الثاني اللي هو أو تصنيف النوع الأول للبري فابريكيتد، هذا يجي ايش معناه؟ احنا في معنا تمبرري كرون تمبرري بريدج. تمبرري كرونز يعني بتعمل تلبيسه مؤقته للكرون. البري فابريكيتد ما بيعملش الا هذا الشيء. يعني لو جالك واحد عنده سنه مخلوعه، السادس مخلوع، وتجي تحضر الخامس والسابع، مش ممكن تستخدم التركيبات المؤقته الجاهزه. وهنعرف هذا الشيء في المحاضره في المحاضره الجايه. ليش البري فابريكيتد كراون ما تنفع الا في الكراونات، ما تنفع تنفع الكراونات فقط لسنه واحده، ما تنفعش البريدج. اذا تعرف البري فابريكيتد ان هي بتكون سنجل يونت اونلي، وهي زي ما انتم شايفين هنا بتعمل شويه موديفيكيشن شويه تحوير علشان تغطي العجز الموجود فيها. زي ما احنا تكلمنا في المحاضرات البوست انكور فاكرين ان في بري فابريكيتد وكاستم ميد. زي ما واحد كنا في الحياه العامه لو واحد في شخص اشترى بدله يلبسها، لو هي بري يعني جاهزه بري فابريكيتد انستنت، بس ما تحتاج الى شويه تعديل شويه تقصير، بس ميزتها انك بتعملها في نفس اليوم. لكن الكاستم ميد مشكلته انه انت بيحتاج انك تطول الخطوات، بيحتاج ساعات انه بيكون عندك فني لازم يساعدك، بيحتاج هنا عندي بالنسبه للكاستم ميد بتحتاج الى حاجه اسمها اندكس اللي هي هذا الدليل. هي بتكون عادة هي عبارة عن طبقة. خلينا نشوف هذا الشيء ايش اللي بيحصل معانا لما نقسم الكاستم ميد الى اول حاجة الى دايركت. ما معنى كاستم ميد دايركت؟ زي ما احنا اخذناه في البوست، البوست قسمناه الى بري فابريكيتد وكاستم ميد. البوست قسمنا الكاستم ميد الى دايركت واندايركت. الدايركت احنا قلنا انك بتسوي الوتد او البوست في فم المريض، الاندايركت بيكون بمساعدة المريض بمساعدة الفني اللي بتعمل له طبقة. الكاستم ميد تمبرريز بروفيشنال نفس الشيء، في معك دايركت بتسويها انت في فم المريض 100% مش حيتدخل معك اي فني، بتكونها انت دايركت ان ذا بريبير تيث عن طريق مساعده اندكس. بنشوف فكره الاندكس وفكره الكاستم ميد في هذا المقطع الفيديو. في هذا الفيديو طبعا التعليمي حيجيب لك هذا يعني اللور 6 هذا بتسوي فيه تمبرريز.
هنشوف الآن هذا فيديو مأخذ من جامعة الأزهر. اللي بيحصل هو الآن هو التالي. طبعا هذا فيديو تعليمي، فهو ما بيعملش في فم المريض، بس على أساس إنه شنو نوريك في هذا الفيديو كيف تعمل الدايركت تكنيك كاستم ميد. بتشوف هذا السكس لسه مش محضر، مش ملاحظين اللور سكس لساته مش محضر. بيسوي الآن طبعة، نشوف اللور سكس مش محضر، بيعمل طبعة سيليكون، طبعا على أساس في فم المريض بس بحكم إنه فيديو تعليمي جاب لك الموديلز. بيعمل طبعة سيليكون أو حتى ألجينيت، بس يفضل السيليكون. بتعمل هذا الطبعة السيليكون الهيفي بادي أو الألجينيت، تخلط مع بعض زي ما احنا عرفنا. بعدها بتحطها في التري. بس ركزوا لي الآن، علشان نسوي حاجة اسمها الإندكس. طبعا لازم يكون اللور 6 اللي بنعمل فيه الطبعة لازم يكون مش محضر، ولازم يكون سليم، حقه الأناتومي سليم، ما بيكونش فيه بوفراكتشر أو أي حاجة. لانه انا اشي استفيد من حقه الاوكلوزال سيرفيس انه هو سليم في عمليه الاندكس. هذا هو، شوف هذا الطبعه، شوف كيف حق الاناتومي واضحه وفي عنده اناتومي. خلاص عملت طبعه حطها على جنب. بعد ما حطيتها على جنب هذه الطبعه اللي انا حسميها الاندكس، ابدا احضر السن. حضرنا السن خلاص. الان بعد ما حضرت السن، الطبعه هذيك موجوده على جنب، انا اخذت الطبعه قبل التحضير. حضرت السن بحكم انه هذا فيديو زي ما كلمناكم تعليمي على اسنان اكريليك، بيجي فني يفعل لبريكيشن او يعمل سيبريتك ميديا. لو انت في فم المريض بتعمل فازدين او بتعمل سلايفا. طيب سوينا لبريكيشن، الان ايش باجي اسوي؟ طبعا ليش قلنا فعلنا لبريكيشن؟ علشان الاكريليك اللي بيسويه الان لما سوى لبريكيشن ممكن يمسك الاكريل في السن المحضر. لما سوينا السلايفا او خلينا السلايفا مليانه في السن المحضر وما نسوي هذا الاكريليك، ممكن يمسك الاكريليك في السن المحضر اذا سويت طبقه عازله. زي ما احنا متعودين او زي ما اشتغلنا احنا في الجامعه، بنستخدم الاكريليك باودر وليكويد على حسب تعليمات الصانع، وعاده ما بتكون 2.5 الى 1. الباودر الى الليكويد على حسب الحجم او حسب الوزن 3 الى 1، مش موضوعنا الان. فلان بيسوي اكريليك، طبعا فاكرين الخمس المراحل حق الاكريليك اللي هو ويت ساند اللي سواه في البدايه، لانه في مرحله الستيك ستيج المطاطية أو اللزجة، وبعدين هو مستني الآن المرحلة الثالثة اللي احنا هنسميها أو سميناها الدو ستيج، المرحلة العجينية. تأكد إنه قدر الخلط قدوم يعني متجانس، حيغطيها بيده علشان ما يتبخرش معايا السائل حق الأكريليك، ويستنى حتى يصل إلى مرحلة الدو ستيج. خلاص وصلت إلى الدو ستيج، حفتح يده حيشوفها قد عجينة، أوكي مش هي مطاطية ولا لزجة. حيبدأ ياخذها وين يحطها؟ يلا جاوبوني انتم. هل يحطها فوق السن المحاضر مباشرة ولا بيحطها في الطبعة؟ في الاندكس احنا نسميها، الطبعة هذه نسميها اندكس او الدليل. بيجي ياخذ هذا الاكريليك ويحطها وسط ايش؟ الطبعة والاندكس. طبعا احنا زي ما قلنا هذا الطبعة قبل التحضير، وقت في عندي سنة محضرة. فبيجي ياخذ هذا الاكريليك وابدأ احطه في السنة، في مكان السنة اللي هي السكس. طيب بحطها هنا وبسرعة أدخلها في فم المريض. طبعا هذا حكم انه تعليمي. بحطها في فم المريض، أستنى شوية، يعني مدى ما أول ما بدأ يتماسك شوية الأكريليك ببدأ أفك الطبعة اللي أنا سميتها هنا إيش؟ إندكس. طيب أنتم جاوبوني الآن، ما استفدت من الطبعة؟ ما فائدة الطبعة؟ فائدة الطبعة إني الطبعة جابت لي الإكسترنال أناتومي، جابت لي الشكل الهندسي للكلوزر سيرفيس. ما عاد احتجت انه انا بعد ما اخرج الاكريليك من فم المريض، ما عاد احتجت انه انا اعمل نحت او اعمل بالهاند بيس على الاكلوزا سيرفيس. خلاص كده الاندكس طلع لي الاكلوزا سيرفيس حق السن التمبرريز بموجب ايش؟ بموجب الاندكس اللي دخلته في فم المريض قبل التحضير. طبعا واحد يقول لي يا دكتور، شوي بكتم الصوت، واحد يقول لي يا دكتور انا الحين لما اجي اسوي هذا الشيء هل لو اذا كان السن مكسور، يعني تخيلوا معي نرجع لهذه الصوره، لو كانت السنه اللي عملت لها الاندكس مكسوره،
هل ينفع انه انا اسوي هذا الاندكس؟ اقول له لا، لازم انا استفيد من السنه. يعني واحد يقول لي انا عندي لور 6 زي ما انت شفت بالفيديو، سحبت له عصب، حشيت له عصب، حشيت له الامالجم، طلعت له اناتومي كويس، انا ايش استفيد من هذا الاكلوزال سيرفس حق السنه حق السنه هذه؟ واعمل لها طبعا علشان يعني تكون نيجاتيفلي موجوده هذا الاكسترنال سيرفس حق الكراون في الاندكس، وبالتالي ما عاد احاول اتعب نفسي واعمل تشكيل لهذا الاكريليك بعد ما تسربت. هذا الدايركت تكنيك. الاندايركت تكنيك نفس الخطوات، تعمل اندكس قبل التحضير، وبعدها تدي له عند الفني، تحضر في فم المريض وتدي للمريض تدي للفني ايش؟ حتجيب له الاندكس، تجيب له السنة المحضرة، بس حتديه السنة المحضرة له في ايش؟ في كاست. اذا الفني بعد تدي له اندكس اللي هي طبعا قبل التحضير، هذا بحكم السنة قبل التحضير كانت حق الاناتومي حلو من الخارج، بجيب له طبعة بعد التحضير علشان يعمل منها الدنتال كاست، ويبدا يسوي حقه البروسيجر كلها اوت اوف ذا بيشنت ماوث. اذا ما هو الفرق بين الدايركت والاندايركت؟ هو فرق واحد بس، الدايركت انه انا بسوي حقي التلبيس المؤقت في فم المريض، وبالتالي ما بحتاج الى وقت كثير، هذا الدايركت. اما الاندايركت بسوي كل الخطوات حقي خارج فم المريض، يعني الفني بيسويها او حتى انا بسوي في العياده بس مش في فم المريض، بس بيكون عند المعطيات اللي هو الاندكس زي ما احنا شفنا الدليل، وعندك كله بيكون اوت اوف بيشنت ماوث في بريبير توث او موديل اوف ذا بريبير توث اللي هو الدنتال كاست. اخر شيء بيبقى معنا الاندايركت دايركت، هذه جديده علينا، احنا كنا في البوست دايركت واندايركت، هذا ايش الاندايركت دايركت؟ اندايركت دايركت طبعا هذه بناخذها في المحاضرات الجايه، وكمان يعني اللي ما فهم المحاضرة هذه من ناحية الدايركت والاندايركت أو بنشوفها مرة جاية في المحاضرات في بارت 2 و 3. بس تعرفون الآن تصنيفات الاندايركت دايركت، إيش بدأوا هنا العلماء بكلمة اندايركت؟ يعني حيبدأ يسوي لك التركيبة الفني على ضوء، يعني مش عاود أدخل في الموضوع لأنه هذا يحتاج له شرح طويل ويحتاج له صور فيديو. المهم تعرف الاندايركت أنه اللي بيسويها أول حاجة بيسويها التركيبة المؤقتة الفني، بعدها بيجيبها لعندك عشان تعملها ريلانك، تعملها تبطين، تعملها تعديل في فم المريض. إذا اندايركت دايركت تعرفوا لي بس الآن إني معناها، هل هو في فم المريض فقط؟ هل هي خارج فم المريض فقط؟ لا، يبدأ الفني يشتغلها لك، بعدها بديها لعندك أنت في فم المريض، بتعملها تعديلات معينة لأنه الفني هو بيسويها لك بشكل تخيلي مش بالضبط على السنة المحضرة، فانت بتعملها شويه تعديلات وتدخلها فم المريض بعد ما تعدلها، والطريقه هي كويسه ومرغوبه. اذا في معنا كم انواع بروفيجنالز؟ في معنا كاستم ميد، بري فابريكيتد. بري فابريكيتد قد احنا عارفين تجي بس الكراون، الكاستم ميد تنفع الكراون وبرج، سواء دايركت في فم المريض اصممها، اندايركت خارج فم المريض، او بتكون اندايركت دايركت يبداها المعمل وينتهي بها الفني في جلساته. اذا زي ما قلنا الاندايركت دايركت فني دكتور، بس اغلب الشغل هو بيتعب فيها الفني، علشان كذا يقول لك موست اوف ذا ورك بيكون موجود في المعمل. وكذا انتهينا من الجزء الاول من محاضره التمبرريز، نلتقي ان شاء الله في الاسابيع الجايه في الجزء الثاني والثالث لمحاضره البروفيجنال.